ثلاثة وثلاثين، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بشروح في الآبار الخيرية صدقة جارية عن روح المرحومة بإذن الله، بإذن الله تعالى الحاجة أم السعد عدية قنديل رحمها الله وأسكنها في جناته، اللهم ارحمها وأدخلها في جناته يا رب العالمين. إذا دخلوا في العمل يكسد، وإذا قصد بالعمل سوق الخلق يفسد. سبحانه كرمه سياح، فلا يحتاج أن يقال له جد. من شبه أو عطل فلا يرشد. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد. أما أن تقول برأيك فإنك تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا نتفقد العقائد خوفا من الضير؟ فإن سليمان تفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي قال لحاسده فليمدد، وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي قلوب مبغضيه قروحات لا تنفد، وعن عمر الذي كان يقوي الإسلام ويعضد، وعن عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعن علي الذي كان يقوي الإسلام بعلمه ويحسن. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونضارة الوجوه وبهائها وعين الحقائق ومفتاحها وأس العقول وفلاحها وبهجة النفوس وانشراحها وهدى الكائنات وصلاحها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وحببنا إلى بعضنا وتجاوز عنا إن أخطأنا أو إن نسينا. اللهم ارحم والدة أخينا سيدي خليل، اللهم ارحمها واغفر لها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها وأكرم نزلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقها جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حفرة حفرا من الجنان. اللهم بد بصرها يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئتها. أيها الأحباب، أحييكم بخير التحيات، وخير التحيات هي تحية السلام، هي تحية رب العالمين، حيث قال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين فضلاء صلحا، وعلماء عاملين نصحا. وأصلح اللهم حال الأهل، ويسر اللهم جامع الشامل. يا ربي وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه، وامنح بما يرضيك عنه قلبه. يا ربي وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه كما بودي، واحفظه يا ربي بحفظ العلماء، وارفع مرار نوره إلى السماء، واعفو وعافي
وقفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلمين يا ربنا. وصل يا ربي على المختار صالتك الكاملة المقدار، صالتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره. ثم السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو بعد غيبة طويلة، وغبنا عليكم السبب كلكم عارفينه، والسبب الغياب بطبيعة الحال هو انني ما قدرتش ندير فيديو. اولا نفسية ما كانتش هي هذيك، ثانيا ما نبغيش نطلع ندير لكم فيديو وانا في واحد الحالة نفسية ماشي هذيك، اولا نطلع تنبكي اولا تنطلع، فمن الاحسن فضلت انني ناخذ وقتي ونرتاحوا وندوزوا ديك الفترة الاولية ديال التقبل تكون صعيبة شوية ديال الوفاة، ونطلعوا مبتسمين ونطلعوا تنهضروا معكم وحنا في كامل قوانا، ما نعطيوكمش واحد الطاقه اللي سلبيه، نبغيو دائما ان شاء الله نعطيوكم الطاقه اللي هي ايجابيه. فالفيديو ديال اليوم هو فيديو ديال العوده لليوتيوب من بعد ما دازت الفتره اللي كان خصها تدوز، قربت ان شاء الله 40 ديال ماما، ودازت 40 يوم على الوفاه ديالها. فبغيت نرجع بهذا الفيديو، وهذا اول فيديو ضروري 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 ما خصنا نشكروكم فيه، ما يمكنش نجي مباشره ونستأنب فيديوهاتي بشكل عادي بلا ما نوقف واحد الوقفه ديال الشكر، واحد الوقفه ديال التقدير، واحد الوقفه ديال الاعتراف بالوقفه ديالكم معنا، بالدعوات اللي دعيتوا لنا، بالرسائل الكثيره، بالتعزيه اللي جات، وماشي فقط وقفتوا عند حد التعزيه بل ان اغلبكم عزاوني وقت ما عرفوا خبر الوفاه، ومن بعد رجعوا تكتبوا لي كيف بقيتوا، كيف كل اسبوع تقولوا له كيف بقيتوا، واش تحسنتوا، واش نفسيتكم احسن، يعني بقاو مواكبين معايا وبقاو مهتمين يعني بيا ومهتمين بخالد، وتيدعيوا دعوات الخير ودعوات الرحمه للمرحومه. فشكرا لكم بزاف. الفيديو ديال اليوم طلعت انا وخالد، لان بطبيعه الحال حتى خالد باغي يشكركم، وحتى خالد تيقدر وتيحترم المشاعر ديالكم اللي حزنتو واللي تاثرتو واللي تعاطفتو واللي نتوما ما سخيتوش بماما الله يرحمها، وتنتوما كنتو تتبغيوها واخا تشوفوها غير في الفيديوهات، لكن قدرت توصل للقلوب ديالكم. فغادي نقول لكم شكرا بزاف، وان شاء الله الله يعطينا معكم ساعه الخير، وان شاء الله تكون اخر الاحزان، والهلا يوريكم شي حزن، والهلا يوريكم شي فراق، والهلا يوريكم شي مناسبه اليمه بحال هذه. خلي خالد لبغى يقول شي حاجه. شكرا بزاف اولا ليك على المجهود اللي قمت به صراحه، خاصه يعني بعد ما عرفت بالوفاه وكل ما قمت به انت وصحباتك طبعا. وبصراحه يعني كان احساس غريب، لان من يعني الواحد عاشنا فتره كتيره واصبحت الحاجات ديت مش عارف، في كتير من الاحيان في الجاليه هنا بتمر مرور الكرام، والناس خلاص يعني على السوشيال ميديا بيبعت لك بتاع تعزية كل نفس ذائقة الموت. فالحمد لله يعني بصراحة الموقف بتاع الناس هنا خاصة الجالية المغربية بصراحة يعني في المكان اللي احنا عايشين فيه حسسوا الإنسان كأنه في وسط أهله وفي وسط الحومة بتاعته، يعني الناس بقت جاية هنا الداخلين خارجين، الكل بيطمن الكل بيسأل. عشر ايام الاخرات رمضان صراحه كلها، والبنات كلشي تيجي عندنا، كلشي تيجيو في الفطور، البنات وجدوا الفطور ويجيو يجلسوا معنا، زعما ما بقيناش بوحدنا. ومور العيد درنا الصدقه في نهار ثالث العيد، المهم جاو الناس للصدقه وحضروا وجاو الطلبه، داكشي بحال ديال المغرب زعما، درنا داكشي بفضل الناس، كون ما كانوش الناس والجماعه ما يمكنش الانسان يدير داكشي بوحدو. فالحمد لله يعني صراحة كان إحساس طيب وإحساس جميل، زي ما بقولت يعني ما الواحد ما حسوش من زمان، لأن الحياة هنا في بعض الأحيان يعني سرعة الحياة وعدم مش عارف أشرحها إزاي، يعني ما عادتش الألفة، أو جايز أنا اللي كنت منعزل شوية عن المجتمعات اللي هنا يعني وكده، ولكن حسيت كان إحساس صراحة يعني مش قادر أوصفه غير اني بشكر. انا طبعا مش عايز يعني اقعد اجلس اذكر كل واحد باسمه، بعدين انسى برضه ناس من المحترمه اللي قامت بمجهود كبير، خاصه لما عملنا مثلا جبنا المسمعين
يعني في ناس كتير، انا حاولت مع ناس صراحة من جاليات تانية، ومش عايز اذكر يعني اسماء البلاد وكلام من ده، قال لك اسمح لنا او معلش احنا مضغوطين شوية الفترة الاخر العاشر من رمضان ومش عارف ايه، وانا مش عارف مضغوطين في ايه يعني. بس المهم، ولكن ربنا كرمنا برضو بالشيخ شيخ يوسف، مغربي، شيخ يوسف، الشيخ يوسف ربنا يكرمه يعني. وناس رفضت حتى يعني، رفضوا ياخدوا حتى مقابل يعني، مع ان يعني الحاجات دي هنا عادية ما فيش مشكلة يعني، كأنك يعني الناس الكل هنا شغال، وده يعتبر قال لك لا احنا المهم تجارة مع الله بمعناها الحقيقي يعني. ده مش معناها ان الناس اللي بتاخد يعني، انا ما اقصدش حاجة، بس يعني انا بقول لك بس ازاي في ناس يعني حتى رفضوا رفض تام. في المقابل انا مثلا عرضت على ناس مثلا، ومنهم ناس مصريين وكلام من ده، وهدي لكم اللي انتوا عايزينه ياك مثلا وكذا. قلبوا على شي شيخ او حاجه بالفلوس وما لقيناش، وفاش لقينا السيد وربي سخره ما بغاش لقينا يخدم بلا فلوس لوجه الله، وجا حيا ديك الليله وحيا ديك الليله الصدقه وقراوا القران وداروا داك القراءه ديالهم وداك الشيء في سبيل الله يعني. الله يجازيه بخير. وغير كده يعني انا عايز اذكره يعني ذكرته بالاسم، لان بصراحه اللي عمله برضه يعني بيحرك زي ما بنقول، ان في ناس تعرض عليها الفلوس في مقابل انه يعمل كذا كذا، نص ساعه مثلا ولا ساعه، يقول لك ما اسمح لي مش فاضي. في المقابل هو ادى البيزنس كارد بتاعه للناس، وقال لهم رقم ده رقم تليفون، اللي يحتاج اي حاجه في اي وقت خاصه بحاجات زي كده يتصلوا علي، انا متاح للجاليه العربيه والمسلمه هنا 24 ساعه. فكان يعني سبحان الله، او ده وده برضو كان من الحاجات الكويسه اللي حصلت يعني، اللي بتخفف عنك الام الوفاه في كثير من الاحيان. لان بصراحه يعني انا بحمد الله يعني، والدتي او ماما ما اتعذبتش في اخر ايامها يعني. يعني هو الموت بصراحه بتاعها حصل وفجاه اصلا يعني، ما كانش حد متوقع. بزاف البنات يسولوني كيفاش توفات، واش كانت عيانه، واش كانت كورونا مكرونة مش عارف ايه الكلام. ما يعني الحمد لله حتى ما عيتش يعني، ما تعبتش في السرير زي ما بنقول. وكنا لسه قاعدين يعني بنتكلم معاها في انها ترجع تاني ومش عارف ايه، وتطلع على القناة ويا صاحبات صفاء عمالين دي ما بيسولوا عليك وعايزينك وباغيين يشوفوك تاني ومش عارف ايه، وتديري لهم مش عارف الوجبات المصرية يا ولا اسكت، هم لسه فاكريني يا حاجة والله فاكرينك، عشان نشجعها يعني تيجي وكده. الله يرحمها مسكينه، راه عادي دوزات رمضان عادي يعني، صامت ما شاء الله صامت 20 يوم في رمضان عادي، تتصوم تتفطر تتسحر تتصلي تتقرا القران، تتقي الجلسه تتقرا القران على ما حكاو لنا اخواتات خالد، وعادي يعني تتهضر وتيجي. هي الليله اللي غادي توفى فيها، توفات مسكينه الليله اللي غادي توفى فيها، جاو عندهم الناس من عائلتهم الضياف للدار وهدرات وقالت لهم الشعر وبقات تقول لهم شي ابيات شعريه، تفارقوا حتى شي 12 ليله سيده تهضر ما فيها حتى شي حاجه. النهار الثاني توفات، والنهار اللي توفات توفات وهي صايمه كذلك يعني، صبحات شويه ما قدراتش تنوض، وهي مسكينه تقريبا كانت سكرات الموت حتى واحد ما عرفها، تقول لهم شويه بحال فيا النعاس، مسكينه جايه النعاس، تقول لهم تقولوا لها تيفيقوها، تقولوا لها نوضي راه قرب الاذان الظهر وداكشي، تقول لهم فيا النعاس فيا النعاس، حتى مسكينه رجعوا يفيقوها لقاوها توفات هكاك، وتوفات وهي صايمه مسكينه. وزعما واحد حسن الخاتمه ربي عطاها، كانت تدعي هي ديك الدعوه وتقول بغيت ما نمرض ما نتعذب ما نعذب حد، وربي استجبها منها. وفي ايام مباركه يعني نهار 21 في رمضان في ايام مباركه، فزعما اكيد اللي غادي يموت في ديك الايام الا وراه ربي اصطفاه باش يتوفى في ديك الايام المباركه، وتوفات وهي صايمه وتوفات يوم الجمعه، فالله يجعل هادشي كله ان شاء الله يكون مغفره ونور ليها وتكون من اهل الجنه يا رب. اللهم امين. وزي ما قلت يعني شكرا للناس اللي جات، يعني في ناس صراحه حتى ما صبرتش لغايه قلنا نعمل عزا وكلام من ده، بتسموه ايه عندكم صدقه يا صدقه، يخرج رمضان على حساب رمضان الوقت مور الفطور مزير، ونديروا الصدقه في الايام تاع العيد، ولكن زعما كاع الناس جاوا في رمضان عزاو وعاد رجعوا عاود جاوا في العزا اللي درنا مور العيد. يعني كان الناس احاسيسها جياشه وما قدرتش ما قدروش يصبروا صراحه، والتليفونات والدعاء
يعني نشكر الناس بالذات بصراحة، سواء بالدعاء أو الاتصال أو الحاجات ديت كلها، على حاسسهم. تعليقات، حطيت بوست هنايا في اليوتيوب، راه وصل واحد العدد كبير ديال التعليقات، ناس زعما اللي ما عندهمش رقم راه الخاص وهذه. الحمد لله، وربنا يجعلها آخر الأحزان، وربنا يتقبل دعاءكم ويجعل أيامكم كلها أفراح إن شاء الله. وسنة الحياة، يعني هنعمل إيه؟ مفيش حاجة بإيدينا نقدر نغيرها، يعني لو لا دموع هترجع ولا اللي نقدر عليه دلوقتي، زي ما ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ورب. وطبعا شكرا بالزاف تاني لصفاء، إنها المهم يعني الحمد لله جابت فكرة كويسة صراحة، عجبتني قوي. يعني أنا الواحد كنا دايما بنفكر، وأنا مش بقول كده عشان يعني للإشهار ولا حاجة، بس بيقولوا إيه، الدال على الخير كفاعله. فكانت السرقة الجارية اللي عملتها لها كويسة صراحة، مش عارف إذا كانت ناس جات لها فرصة سافرت أو لا، ولكن لا في اليوتيوب حتى حاجه ما صورت، ما صورت لا الصداقه لا حتى شي حاجه. تقريبا في الانستغرام اللي كنت درت ستوريات ديال المقرئين وداك الليله، شاركت مع البنات شويه، وشاركت معاهم البئر اللي درناه صدقه جاريه للمرحومه ان شاء الله. ولكن في اليوتيوب لا، ما لانه بصراحه فكره جميله، لانه طبعا يعني معروف بئر الماء، وصفاء كانت كتبت برضه مشكوره يعني أهمية بئر الماء أو مصدر الماء مثلا في المناطق الجافة أو المناطق اللي بيشح فيها الماء، أهميته مثلا كصدقة جارية، وإن هو من أفضل الصدقات الجارية. وبصراحة يعني كانت فكرة كويسة وأكثر من رائعة، وزي ما قلنا يعني اللي أثلج صدرنا إن الناس ديت بتعمل الحاجة بسرعة، وبتعملها في مناطق بتحس فعلا إن الناس ديت في أشد الحاجة ليها. يعني الواحد، أنا مش هكدب عليك، يعني أنا في زمان والواحد كنت بفكر في حاجات مثلا ازاي برضو اعمل صدقة جارية لوالدي، مهم يعني، وكانت الافكار بتبقى صعبة في كتير من الاحيان، ولكن سبحان الله يعني برضو من الحاجات اللي ربنا سخرها لنا. هي روح الحاجة سبحان الله، يعني بصفة عامة، يعني أي لا اللي درناه حنا هنا، لا العزاء اللي كان في مصر وكبير وداكشي، يعني لا هنا لا تما، لا كل شيء تيقول ان الامور كلها مسهله. سبحان الله، الموت ديالها كانت مسهلها عليها الله، يعني روحها طلعت تحت الناس معاها في الدار وما حسوش، يعني سبحان الله، بحال شي شعره تطلع من العجين، مع اننا تنعرفوا ديك الاحتضار وديك سكرات الموت تكون من اصعب الحاجات، ولكن الانسان تيكون ربي باغي راه تدوز عليه بسهوله. وايضا في العزاء، في المراسيم، في كل الاشياء، ربي سهل كل شيء صراحه. فهذا ان دل على شيء فتدل على ان ديك الانسانه كانت روح طيبه، ماشي مجامله، ولكن معاملتها ومواقفها وسلوكها هي اللي تتشهد ليها انها كانت انسانه طيبه، وكانت انسانه ما بحال شي ملاك، بحال شي بلسم صراحة، ما تتأذي لا بلسانها لا بتصرفاتها، يعني ما تتشوف منها غير الشيء الجميل معايا ومع كاع الناس اللي تيعرفوها. وهذا اللي بان فاش ماتت، ان الجنازة ديالها وكل شيء ربي سخر فيه وكل شيء ربي سهل فيه، الحمد لله. الحمد لله، شكرا بالزاف. انا طبعا ما اقدرش اقول الكلام ده لانها والدتي، فهتكون شهادتي مجروحه، ولكن الحمد لله ربنا حتى ربنا سميرة قالت ربنا سخر لها في الكسكس، مش عارف يتعمل ولا كان في ايه بتعمله هي، وقالت الحاجات تمت الحمد لله بخير وكله على خير. الحمد لله كانت الكسكس طلع زوين. الشيخ قال، كان قال لي راجل صاحبتي، قال لي داك الشيخ دا والناس اللي معاه دايرين كي شي ملائكه نزلوا من السماء، لا داك الحديث اللي عطاه ولا ديك الجلسه اللي داروا هنا، الرجال كانوا لتحت والعيالات الفوق، قال لي بحال شي ملائكه، قال لي ولكن هذا اكيد ان ديك السيده كانت من الصالحين باش ربي زعما سخر ليها داك الشيء، ودازت واحد الليله غزاله، يعني بحال داك الشيء المغرب صراحه، واخا حنا في امريكا، ولكن بحال دوك الصداقات المغرب، يعني كانوا طلبه وقراءه وهذه، زعما دازت واحد الليله صراحه غزاله، وجاو فيها الحباب وجاو فيها الصحاب اللي تنتمنى نمشيو لهم في ساعه الخير ان شاء الله، وما نمشيو لهمش في شي ساعه ديال الحزن او في شي ساعه ديال الفراق، ونردوا لهم الوقفه ديالهم ان شاء الله في الافراح يا رب. امين يا رب. فعشان ما نطولش عليكم، شكرا بزاف لكل الناس، و
شكر خاص زي ما قلنا للشيخ يوسف. والله هو كلام الاخ، انا مش عايز اذكر اسمه عشان ما، المهم يعني الناس ده انا مش عارف جم منين، وسمعت احاديث لناس كتيره وادعيه لناس كتيره، ولكن الحمد لله الناس ديت كانوا يعني ما شاء الله وتبارك الله عليهم، يعني مش عارف جابوا الادعيه ديت منين، والحديث بتاعهم العذب وكل حاجه الحمد لله عدت على خير. شوت لجس ودور الحمد لله، ونشوفكم في الافراح ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم. يلا البنات تينا غادي نقول لكم الى اللقاء، وان شاء الله دابا غادي نرجع للريتم في الفيديوهات، وغادي نرجعوا للروتين ديالنا الاعتيادي، فخليكم معايا، واكيد ان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي تكون فيها الجديد وفيها التفاؤل وفيها الضحك وفيها كل شيء. نتمنى ان شاء الله تكونوا نتوما بخير وعلى خير. نروح عليكم، مع السلامه، واحبكم في الله. شكرا. امشي نفسي في الوقت بس ما عليك شيء، فما قدرتش امشي الا ما اقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.